طيب نروح بقى زي ما كريم كان بيتكلم دلوقتي مقر جريدة البوابة نيوز، ومريم سميحة هتكون معانا عشان نتابع معاها أهم الأخبار في الصحف والمواقع، وكمان طبعا الخبر الخاص بمنتخب مصر والمعسكر الأول اللي هيكون نهاية هذا الشهر الجاري، وكابتن إيهاب جلال واستعداداته. أكيد كلها كل دي حاجات عايزين نعرفها منك. مريم صباح الخير. بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، وطبعا أكيد يعني فوز النادي الأهلي سواء في الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا الأندية أو أيضا دوري سوبر محترفين على كرة السلة، أكيد لا يغفل يعني عن عناوين الصحف النهاردة. والحقيقة أن بوابة الأهرام احتفلت بعنوان خاص جدا لهذه الاحتفالات، وكان العنوان الأول معانا النهاردة: يومك عظيم يا أهلي، فريق الطايره يحلق في سماء افريقيا والسله ملوك السوبر. طبعا يعني بوابه الاهرام رصدت كل الفرحه العارمه اللي سيطرت على جماهير الاهلاويه في كل مكان، خاصه بعد فوز فريق الطايره على الترجي ببطوله افريقيا للانديه، وايضا حصول طبعا فريق السله طبعا على دوري سوبر المحترفين بعد فوزه في سلسله كبيره جدا من البلاي اوفز او بس اوف فايف على نادي الاتحاد. وطبعا يعني نادي الاتحاد فريق قوي جدا في كرة السلة، وكان يعني الفوز كان إنجاز كبير جدا لفريق كرة السلة. والحقيقة أيضا أن كمان بوابة الأهرام رصدت ردود الأفعال على مواقع السوشيال ميديا، لأن طبعا عدد من الهاشتاجز سيطر على تويتر وعلى الفيسبوك مساء أمس طبعا، ومستمر حتى صباح اليوم، وهو الخاص باحتفالات جمهور النادي الأهلي بالبطولتين دول طبعا على مستوى الألعاب الأخرى. وإن شاء الله يكون طبعا الاحتفالات مستمرة حتى يوم 30 مايو الجاري، بعد إن شاء الله ما نتوج بدوري أبطال إفريقيا. طبعا يعني رصدت بوابة الأهرام أيضا كمان أن يعني لقب الطايرة كمان يمكن حصلوا عليه بعد التغلب على الترجي بنتيجة 3-1، والحقيقة أن هم قدموا مباراة قوية جدا على الرغم من وجود جماهير بعدد كبير جدا، وهو الجمهور التونسي اللي كان موجود علشان يؤازر طبعا فريق الترجي، لأن طبعا المباراة أو البطولة كانت بتقام على أرض تونس، واللي بتقام من يوم 5 وحتى يوم 18 مايو الجاري. وعلى الرغم من ذلك طبعا الأهلي قدر ان هو يتغلب على كل هذه الظروف ان هو يحقق بطولة الأفريقية للأندية. ايضا على الجانب الاخر يمكن كمان رصد التقرير فوز اكيد فريق السلة بنتيجة 88-75، وايضا يعني قال انه إيهاب امين كان توب سكورر، وكمان ان هو احسن لاعب في المباراة بعدما احرز 34 نقطة. وكمان يعني يمكن دي كانت البطولة السادسة للنادي الأهلي او الدوري السادس للنادي الأهلي على مستوى فريق السلة، وأيضا هو أو البطولة الخامسة في هذا الموسم بعد تحقيق 4 بطولات سواء منطقة القاهرة وأيضا البطولة العربية ودوري المرتبط وكاس مصر وأخيرا دوري سوبر المحترفين. من البوابة سبورت، الأسبوع المقبل إيهاب جلال يعلن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وغينيا. طبعا ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وغينيا، واللي هيقاموا يوم 5 و9 من يونيو المقبل. هينطلق المعسكر يوم 30 من مايو الجاري، ده طبعا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار. كمان يمكن قرب جدا أو يعني صرح مصدر خاص ل البوابة سبورت انه إيهاب جلال يعني يمكن قرب جدا ان هو ينتهي من وضع القائمة واللي بتبلغ عددها او يبلغ عدد اللاعبين فيها 25 بدلا من 40 لاعب. والحقيقة ان إيهاب جلال يمكن هيتم الاعلان عن هذه القائمة في منتصف الاسبوع المقبل، وطبعا كان تم الاعلان عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الجديد او التشكيل الجديد بقيادة إيهاب جلال كمدير فني، ومحمد شوقي كمدرب عام، احمد حسام مدرب مساعد، و أكيد عصام الحضري مدرب لحراس المرمى. وزي ما احنا قلنا في البداية أنه استقر الجهاز الفني على ضم 25 لاعب بدلا من 40 لاعب، والحقيقة أنه يعني يمكن لاعبو الأهلي هينضموا لمعسكر المنتخب يوم 30 مايو الجاري، لأن طبعا يوم 30 هيكون عندهم مواجهة الفاينل طبعا في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب، ويعني بسبب هذه المباراة هينضموا يوم 31 مايو الجاري
التجاري لمعسكر المنتخب. يمكن إيهاب جلال وضع أو بدأ في وضع خطة اللعب الخاصة بمباراتي إثيوبيا وغينيا، وكمان يعني الجمل التكتيكية اللي هتكون موجودة في خلال المعسكر. كمان أكد أو شدد إيهاب جلال على عصام الحضري تحديدا أنه يتم الابتعاد عن السوشيال ميديا، خاصة أن هي يعني يمكن قال لهم بلاش كل كبيرة وصغيرة يكون موجودة على السوشيال ميديا ويطلع للجمهور، لأن ده طبعا بيتسبب في مشاكل وكمان أيضا بيفقد اللاعبين تركيزهم. من موقع الشروق، ليفربول في مهمة صعبة أمام ساوثامبتون لتحديد مصيره في الصراع على اللقب. يخوض طبعا فريق ليفربول في 9:45 مساء اليوم، يعني لقاء هام جدا وقوي خلال مشواره بالدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع 37 من مسابقة البريمير ليج لموسم 2021-2022. ويتمسك ليفربول طبعا بالأمل يفوز بلقب البريمير ليج، ده طبعا بعد أن وصل الفارق إلى أكثر من 13 نقطة وتمكن من الفوز تباعا في كل المباريات. أكيد ليفربول يعني شفناه بيفوز في كل المباريات الماضية الخاصة به مستغلا تعثر السيتي طبعا في يعني اللي كان بيطرده بشكل قوي ومباشر، ورفع السيتي رصيده للنقطة 90 في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86 نقطة قبل مباراة الريدز اليوم أمام ساوثامبتون. كمان يعني يمكن كان محمد صلاح وفان دايك واندرو روبرتسون يعني تعرضوا لاصابات في مباراه تشيلسي الاخيره، ومن المتوقع الا يدفع بهم طبعا يورجن كلوب امام ساوثامبتون الليله، ده طبعا علشان يحتفظ بيهم او يحافظ على سلامتهم علشان يكونوا جاهزين او عندهم الجاهزيه الكامله لمباراه نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد واللي هتقام يوم 28 من مايو الجاري. أخيرا من روسيا اليوم، نيوكاسل يقدم مفتاح دوري الأبطال لتوتنهام. يواصل أرسنال في مسلسل نزيف النقاط، وده طبعا بعد خسارته بنتيجة 2-0 على إياد نيوكاسل يونايتد في المباراة اللي أقيمت أمس ضمن الجولة 37 وهي الجولة الأخيرة من البريمير ليج، وبخسارته الثانية على التوالي بعد أيام من ثلاثية ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبير وال13 هذا الموسم. طبعا أكيد صعب الجونرز المهمة في التواجد بدوري أبطال أوروبا في العام المقبل أو الموسم المقبل بعد غياب 5 سنوات، وتجمد رصيد الفريق اللندني عند 66 نقطة في المركز الخامس، يعني يبقى على بعد نقطتين فقط خلف السبيرز مع بقاء مباراة لكل فريق منهما. دي طبعا كانت جولتنا الصحفية النهاردة في أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأكيد طبعا كانت مهم جدا أن احنا نرصد أكيد العنوان اللي اهتم أو احتفل بالنادي الأهلي اللي طبعا أكيد احنا فخورين ان احنا بننتمي ليه، لان هو مش بس كان يومنا امبارح عظيم، الحقيقة ان النادي الأهلي دايما بيخلي أيامنا كلها عظيمة. بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. بشكرك كمان، بس قبل ما أسيبك يا مريم محتاجة أعرف منك ونستغل وجودك يعني معانا طبعا، أعرف منك الحالة المرورية أخبارها إيه، وهل فعلا الطقس اللي النهاردة ما كانش معانا طقس، هل فعلا الطقس دلوقتي متقلب ولا نقدر نوصفه ان هو برد ولا حر؟ خلينا نعرف منك، اتفضلي. أكيد يا هنوند، طبعا باتجاهنا يعني احنا موجودين في مقر البوابة نيوز في الدقي، الحقيقة يمكن الطرق المؤدية لي النهاردة يعني أقل كثافة بعض الشيء من أوائل الأسبوع سواء يوم الحد أو الاثنين الحقيقة، بس يمكن في عدد من الكثافات المرورية سواء في محيط جامعة القاهرة وكمان أكيد دائري صفت اللبن محور 26 يوليو أيضا عليه بعض الكثافات، ولكن في نهاية الطرق، ولكن جميع الطرق المؤدية أو المناطق المحيطة بالدقي سواء يعني قصر النيل او بقيه المناطق يعني سواء العجوزه او المهندسين حقيقه ان هم بهم كثافات مروريه او يعني يمكن اقصد سيوله مروريه كبيره جدا، والكثافات بتتواجد فقط في الطرق المؤديه او المحاور الرئيسيه سواء الدائري او المحور. ايضا يعني يمكن بالنسبه لدرجات الحراره زي ما انت قلتي بالظبط يا نهاوند، الحقيقه انه الطقس غير مستقر، الحقيقه انه في بدايه اليوم يمكن بتبلغ درجه الحراره يمكن 33 او 35 درجه مئويه، ولكن بتبتدي في او بتبدا في الانخفاض تدريجيا خلال الساعات المقبله، وده طبعا اللي كنا شايفينه خلال الايام الماضيه رغم يمكن دخول فصل الصيف او بدايه دخول فصل الصيف، ولكن الحقيقه ان هي متوقع ليها ان هي تنخفض تدريجيا على مدار اليوم النهارده. وكمان في الويكند كان دكتور محمود قال لنا، نشكرك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح.